نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية، والبداية بالعناوين. مؤسسة التمويل الدولية تعبر عن استعدادها لدعم النظام الصحي التونسي، ورئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات الاحتكار. أهلا بكم إلى التفاصيل. عبر المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا عمر سيلا في جلسة عمل انعقدت أمس الثلاثاء بإشراف وزير الصحة علي مرابط عن استعداد المؤسسة لدعم النظام الصحي التونسي ومزيد تطوير الصناعات الصيدلانية وإنتاج التلقيح. وخصصت هذه الجلسة لبحث سبل التعاون بين تونس ومؤسسة EFC في المجالات الصحية، وخاصة في قطاع تصنيع اللقاحات بالاعتماد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبية. وقد أشاد وزير الصحة بالتعاون القائم بين مجموعة البنك الدولية وبمبادرة مؤسسة التمويل الدولية للبنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا لدعم المشاريع الصحية التونسية، مؤكدا بالمناسبة الأهمية الاستراتيجية لمشروع صنع اللقاحات وتصديرها بعد اختيار تونس ضمن 6 دول إفريقية لنقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبي من قبل منظمة الصحة العالمية. تنظم ودادية أساتذة كلية الطب المنستير بدعم من جماعة المنستير وعدة مخابر أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل بالمنستيرة المداولات الطبية الجراحية 35 لكلية الطب المنستيرة بمشاركة مختصين من تونس وفرنسا وموريتانيا والمغرب، وفق ما أفاد به رئيس هذه الدورة ورئيس ودادية الأساتذة بكلية الطب المنستيرة لسعد سحنون لوكالة تونس إفريقيا اللامبا. وسيتم التطرق خلال هذه المداولات إلى المستجدات في مجالات الطب والجراحة، وسيقع لأول مرة تطرق إلى التجميل في جراحة التوليد إلى جانب مواضيع أخرى ذات علاقة بالتشخيص المبكر والمستجدات في لقاح نزلة البرد زمن جائحة كوفيد-19. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الارتفاع الأسعار غير مقبول، وهو مقصود من قبل جهات معلومة تسعى إلى تأجيج الأوضاع بكل الوسائل من خلال افتعال الأزمات في كل القطاعات، ولم يسلم أي قطاع من هذه الأزمات المتعاقبة والمفتعلة، مؤكدا أنه لن يترك الشعب التونسي لهؤلاء الذين يعبثون بحقه في الحياة الكريمة ولا بد من تطبيق القانون، مضيفا أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام هذه الممارسات التي ترتقي إلى مرتبة الجرائم. جاء ذلك خلال استقباله أمس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. في أخبار العالم، تواصل تركيا دعم باكستان المتضررة من الفيضانات بما تحتاجه من مواد إغاثية وخيام، وذلك بإشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أفاد. وبحسب بيان صادر عن الوزارة الداخلية التركية الثلاثاء، يتواصل في المرحلة الأولى إرسال مساعدات تضم 10,000 خيمة و50,000 طرد إغاثي يحتوي مواد إغاثية ومنظفات ومستلزمات للأطفال. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مؤسسة التمويل الدولية تعبر عن استعدادها لدعم النظام الصحي التونسي، ورئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ممارسات الاحتكار. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم.